أنا الآن في الطواف لاستكمال باقي مناسك العمرة عن المرحوم محمود أحمد شحادة حودة رحمه الله واسكنه في سيحة جناتي من الناصرة حي الصفا. اللهم اغفر له وعافه وعفو عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز اللهم عن إساءته. اللهم تقبل منه وتجاوز عن التقصير. اللهم افتح أبواب السماء لروحي وأبواب رحمتك وأبواب جنتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم مد له في قبره مد وصله. اللهم انزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم افتح له في قبره ونور له فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا قيوم أقمه على نور في قبره ومستبشرا بحسن إجابته وتثبيتك إياه عند السؤال. اللهم أعذه من عذاب القبر وجفاف الأرض عن جنبيها. اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فكة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك. لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور لمن يريد. اللهم انقله من ضيق اللحود والقبور ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضوب وطلح مهضوب وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.